والآن يقوم آمر العرض العسكري بأخذ الإذن لبدء العرض العسكري من سيد القائد الأعلى للجيش الليبي. روح الوطنية وتتجسد فيها كل روح الحرية وال وحدات رمزية مشاركة في هذا العرض من اللواء لشباب ليبيا. تحية لأفراد الجيش الليبي ضباطا وضباط صف وجنود الجيش الليبي، وهي تستعرض في المناسبة هذه الذكرى 75 رمزية. فتحية لهؤلاء الشباب، هذا الشباب الوطني، هذا الشباب الذي أخذ على عاتقه والحقيقة هو الانتقام من بلغاريا لشرارة الثورة بالتعاون مع انصار النظام. لعل هذه البنات الأولى للقوة التي قررنا تدخل في المواجهة الحقيقية.